طب خليني ارجع لك برضو مؤمن، اكيد الانجاز ده طمعك، يعني انت طبعا حسيت ان نقدر. طبعا يعني احنا طبعا كلنا زعلانين ان مصر خدت المركز ال11 في بطوله افريقيا، طبعا الاتحاد الافريقي اعلن النهارده، فاكيد احنا زعلانين. بس انتوا كجيل طالع مصدقين ده، ان احنا مش بس عايزين بطوله افريقيا، لا ده احنا تونس النهارده بتاخد بطوله افريقيا وما شاء الله شكلها فريق اوروبي. هل نقدر انتوا كشباب تحققوا لنا الحلم ان احنا نطلع العالميه؟ نقدر يا كوتش. هو مفيش حاجه صعبه، بس طول ما انت قريب من ربنا وبتشتغل، طول ما انت ربنا هيكرمك وشغلك هتلاقيه في الملعب. انما ما ينفعش يبقى مش شغال وعايز اكسب، ده شيء مش منطقي. لعيبه الدرجه الاولى كلهم لعيبه كبار، يعني حظهم كان وحش، في لعيبه اتصابت، في يابا مين مناخيره كان جاله شرخ في الانف قبل البطوله، ولعب وهو مصاب ومن غير الماسك، وانس اسامه اتصاب في اول ماتش او تاني ماتش. عمرو الجندي كان عامل بطوله مش سيئه، بس يعني هم ربنا يعني انتوا كشباب مصدقين؟ انتوا مصدقين، واحنا بنقعد نتفرج عليهم نتعلم منهم كتير يعني بصراحه. هم بالنسبه لا بس لنا، خلي بالك يا كابتن، انا طبعا كل الاحترام لكل اللعيبه، انا طبعا دي حاجه جيده، وهو المسؤوليه مش مسؤوليه لاعبين بس، في اعداد وفي حاجات المفروض تبقى موجوده مع اللعيبه، ولكن انا قصدي على الروح. ان احنا شايفين اليد بيروحوا بطولاتهم، مش رايح ده داخل، انا داخل الثمانيه، فانا عايز يبقى ده شعورنا. احنا نقدر واحنا روحنا كويسه مع بعض يعني من بدري. يعني احنا اول منتخب دخلناه كنا دخلناه مع الدكتور رفيق، وده يعني طبعا. ده حاجه حظنا حلو فيها ان احنا بدانا اول منتخب لينا مع الراجل ده، لان هو علمنا حاجات كتير قوي، واولهم هي الروح، ان احنا لازم تبقى روحنا ان احنا وحده واحده، ان احنا مفيش فرق ما بيننا وما بين بعض، كله كويس، لازم كله يلعب عشان نكسب، وعشان تبقى مصدق انت رايح تعمل ايه. كله بيشتغل وانت مسافر او رايح الحته اللي انت تلعب فيها ايا كانت فين، والبطوله اللي انت تلعبها انت مصدق انك هتعرف تكسبها عادي. مفيش فرق اجمد منك، كله في الملعب 5-5 او 3-3، انت في كلا الاحوال كل واحد قدامه واحد، فانت مفيش حد زياده عن التاني في دراع او في، انتوا الاثنين نفس الشيء، عندي ايد وعندي رجل، بالظبط الاثنين نفس الشيء. أي. فانت لازم تبقى مصدق انك رايح تكسب. فده اللي كان كابتن ياسر بيشتغل عليه معانا في الاول يعني.